أصدقائي والأعزاء والإخوة والأخوات في كل مكان وفي كل زمان صباح الخير مساء الخير السلام عليكم حيكم بكل تحية بتحبوها إن شاء الله أتمنى لكم الخير والسعادة والهناء أينما كنتم حسب كنتم في أي مكان في الأرض من هذه المعمورة أنا بشكركم على حسن متابعتكم معي واليوم المحاضرة أو اللقاء بيني وبينكم هيكون بيتكلم عن الزيارة اللي احنا عملناها لكينيا واستمرت حوالي 8 أو 9 أيام كان معانا فريق من الشباب العاملين في العمل الإنساني في مؤسسات خيرية كبيرة وهذا العمل اللي احنا بنقوم به ونتمنى ان كل الشباب يقوموا به كذلك. فانا مشكر في الحلقه دي الاخت أي ابو زينب عشان ظبطت لنا العرض وان شاء الله نبدا معاكم هذه الحلقه في فضفضه خمسة إلى خمسة الحلقة السبعة وعشرين لو الناس بتتابع على الزوم فالزوم الرابط بتاعه موجود على الصفحة في الفيسبوك وإحنا بعتناه قبل كده عن وصف عشان في صور كثيرة أول صورة اللي هي صورة الحلقة اللي فيها أنا والأخت جلوريا والأستاذ يوسف أحمد في كينيا وإحنا في أحد المدن اللي إحنا كنا بنزورها هناك ده استقبال السعودي فيها استقبال الاهالي في مدينه جريشة في كينيا لينا بعد ما وصلنا هناك عشان نتفقد بعض المشاريع المياه ومشاريع التنميه الاسريه في هذا الاقليم او في هذه المحافظه في كينيا المحتوى بتاع المحاضره اليوم هيكون كالتالي في مقدمه وفي جدول ملخص الشكل العام للزياره في جدول المدن اللي احنا زرناها والمواقع اللي احنا زرناها في ورشات عمل والنشاطات وفي رساله للشباب انا قبل ما ابدا بدعو الله سبحانه وتعالى ان يكون الطفل ريان اللي هو وقع في بئر في شمال المغرب يكون انقذ باذن الله سبحانه وتعالى واعتقد ده لو كان البئر ده لم يكتمل حفره فده بئر من ابار البلديه اللي بيحفر باليد ونعرف كيف تحفر مثل هذه الابار طبعا ده خطر جدا ان هذه الابار او هذه الحفرات او هذه الاماكن لا تغطى ولا تراقب من البلديات الموجوده في مثل هذه الاماكن وبتؤدي الى سقوط الماشيه او سقوط الاطفال او او الى اخره في مثل هذه الاماكن، اتمنى ان يكون ربنا اكرمه. النقطه الثانيه انا بذكركم بالنداء اللي عملته الابنه شهد في اول سنه وكان كل حلمها إنها ربنا يعطيها خيمة جديدة ليها هي وأهلها في أول في هذا العام علشان الخيمة اللي هم عايشين فيها في المخيم السوري هلكت يعني أو دابت أو بلت إلى آخره. فكل كل اللي أنا بعملها لمين؟ أنا بعملها للمسؤولين عن العمل الإنساني في العالم خاصة العالم العربي أو العالم غير العربي. النداء الثالث أذكركم أيضا وأذكر نفسي باللي هو المرأة الأفغانية اللي كان عندها ست أطفال أرملة الأفغانية واللي باعت خرجت السوق عشان تبيع أبنائها الستة وأذكركم أيضا بالأرملة بالمرأة الأفغانية اللي خرجت في عز الثلج ونامت على الحدود الإيرانية الحدود الإيرانية الحدود التركية ولأن كان الأمر صعب جدا الجو هناك كان يعني تلجع شديد جدا هناك فطرتنا تخلع الملابس الخارجيه بتاعتها وتغطي بالاطفال فماتت متلجة عشان تنقذ اطفالها كذلك و اذكركم ايضا بال 12 سوري اللي كانوا حابوا يعبروا الحدود ويروحوا على اليونان ورجعتهم الحكومه اليونانيه فمات 12 منهم مجمدين من كم يوم ايضا واذكركم ايضا بالمخيمات السوريه في الداخل السوري او في لبنان او في أه الاردن او في أه وموت الاطفال أه هناك ايضا مجمدين ام والاباء واذكركم ايضا بقضيه اليمن والمجاعه في اليمن وليس لن نتوقف عن اليمن كل كل هذه النداءات انا بقولها في شهر فبراير في اول رجب لكل العاملين والمسؤولين عن العمل الانساني سواء كان عمل انساني عربي او اسلامي او دولي الى اخره الى اخره الى اخره وذكركم ايضا بقضيه اليوجور اللي احنا لا نسمع عنها وعن ما يحدث للمسلمي المنطقه من اهل اليوغور وذكركم ايضا بمشكله الروهينجا ومشكله كشمير ومشكله اليمن تكلمت عنها ولبنان كذلك والكونغو الديمقراطيه والفقر والقحط اللي حاصل في افريقيا وفي الصومال وفي افريقيا الصحراويه الصحراء الغربيه وفي اريتريا وفي كينيا الى اخره الى اخره. هذا هي مقدمه لنا جميعا لان احنا بندعي ان احنا بنقوم باعمال جليله وبنحطها على الصفحات بتاعتنا وبنكثر اللايكس بتاعتنا الى اخره الى اخره الى اخره. ابدا الكلمه بتاعت النهارده معكم بعد كل هذه التذكيرات وانا كنت في زياره عشان كده انقطعت عنكم لمده اسبوعين في كينيا وزرنا فيها استمرت الزياره حوالي 8 او 9 ايام وزرنا فيها خمس مدن في كينيا وكان عدد الشباب المشاركين معايا 18 شاب وشابه ومتوسط ساعات العمل اللي احنا اشتغلناها كلنا بمثل هذه الايام تمت 17 ل 18 ساعه زي ما احنا كنا قبل كده في ايرلندا وفي تركيا وفي ايطاليا وفي اسبانيا وكان نفس المتوسط اللي احنا بنتكلم عنه. آه وبعدين آه كان عدد زيارات المدن والمشاريع المدنيه خمسه وعملنا ورشه عمل استمرت اليوم. ده ده الملخص واللي عايز يتابع معايا على الزوم كل الحاجات دي موجوده وبعد كده هنرسلها لكم عن طريق بعد ما نخلص البث لكن هي موجوده اللي عايز يتابع على الزوم ورابط الزوم موجود عندكم. ودي كانت من 22 يناير ل 31 يناير المدن الاسماء اللي احنا رحناها نيروبي طبعا ووجير وجريشي وجريسا في منطقه كليفي كانوا اول حوالي خمس مدن احنا زرناهم هناك يعني مع فريق 18 او 19 شاب وشابه خلاف اللي هم العاملين اللي كانوا موجودين في الأماكن دي بيستقبلونا غير الأهالي يستقبلونا وأصحاب المبادرات المحلية اللي موجودة في مثل هذه الأماكن والجمعيات المحلية. أخش في المقدمة بعد ما اتكلمت عن الـ الـ الأشياء دي كلها ومقدمة مسؤوليتنا إحنا كعمال في العمل الإنساني وعمال في العمل الاجتماعي وعمال بنقول إحنا مسؤولين وإحنا مسؤولين عن إيه هذه الأرواح في كل مكان في العالم وبنجمع اموال كثيره جدا جدا نتمنى ان ربنا يوفقنا في صرفها في المقدمه بتاعتنا اليوم احنا ما زلنا بنعيش في ظل حصار الكورونا يعني ودلوقتي في شهر فبراير يعتبر دي انتهت السنه الثانيه وداخلين في السنه الثالثه وده اصاب العالم كله بحاجه نسميها بالشلل الرباعي اللي بدا فعلا من مارس ابريل 2020 وتقريبا انتهى مبدئيا في سبتمبر اكتوبر 2021 يعني حوالي سنه ونصف تقريبا وكل المسارح تعطلت البنوك الشركات المؤسسات المواصلات كذا وكذا كله وقف واخد بالك لكن عجله الحياه لم تتوقف عجله الحياه لم تتوقف عجله الحياه لم تتوقف فهل الكورونا دي كانت حقيقه ام صاب مش هنقعد نناقش الموضوع ده كانت خداع ام وجود برضك مش هنقعد نناقش الموضوع ده كانت وهم او شيء اكيد مش هنقعد نناقشه. المجال ده هنسيبه للباحثين فيما بعد وهنسيبه للتاريخ هيفرق ما بين الناس اللي كانوا بيخدعونا والناس فعلا اللي كانوا بيحاولوا يضحوا علشان ينقذوا ارواح لو كانت القرون دي حقيقيه كما يدعي البعض الى اخره. العلاقه بقى بين جلوريا والعمل الانساني والكورونا جلوريا دي احد الاخوات العاملات في مكتب الاغاثه الاسلاميه في كينيا في نيروبي في اللي هو الاتصالات الكوميونيكيشن العلاقه بينها وبين الكورونا وبينها وبين المجتمع والعمل الانساني يعني علاقه معقده جدا راسيه وافقيه ومتوازيه في نفس الوقت في نفس الوقت ليه لما قلت لانها تعمل في داخل كينيا وكينيا تحتاج مساعدات كثيره جدا يعني نتكلم عنها فيها بعض دي احد اول اول شيء العلاقه انها اصلا تعمل في العمل الانساني. نمره اثنين جلوريا ايه هو العمل الانساني اللي بتعمل في جلوريا ده؟ وانا بقول ان العمل الانساني اللي احنا نقوم به يا لا يختلف تماما عن الاسعاف اللي هو اللي هو الطوارئ الاسعافات. لا يختلف عن رجال المطافئ اللي بيطفوا الحرائق. لا يختلف عن عمل رجال الامن والبوليس اللي هم بيحاولوا يمنعوا الجريمه. لا يختلف عن عمل الجيوش اللي بتحاول تحمل البلدان. عمل انساني بيحاول يحمي المجتمعات ويبني المجتمعات من اسفل لاعلى ويحميها ببناء القدرات وتمكين ابناء المجتمعات لكي تصبح هذه المجتمعات فاعله ومفاعله. ده العلاقه المتوازيه ما بين عمل جلوريا وما بين كل هذه الاعمال بيقوم بها الجيش والامن ورجال الاسعاف وكذلك رجال المطافي الى اخره الكورونا هنتكلم عنها قبل كده هو مش هنتكلم آه عنها تاني لكن في ظل هذه الكورونا وفي ظل هذا هذه الجائحه نتكلم عنها آه اللي احنا بنتكلم فيها ايه ناخذ احتياطاتنا لكن لا نتوقف عن العمل ناخذ احتياطاتنا لكن لا نتوقف عن العمل ناخذ احتياطاتنا لكن لا نتوقف عن العمل. وده اللي عمله توجلوريا واصدقائها يوسف وعبد الرشيد وجامو في كينيا وفي بلاد اخرى ايضا. ايه الفكره بقى ان انا حبيت اقول المحاضره دي انا لسه جاي من كينيا صباح الاثنين يعني من يومين تقريبا او من ثلاث ايام. يعني بعد الرحله المكوكيه اللي انا اتكلمت معاكم دي. ان قرر مكتب كينيا للاغاثه الاسلاميه قفل المكتب في اول شهرين اللي هو شهر مارس وابريل عام 2020 لكن اجتمع الشباب عبر التليفونات او ما ينفعش نقعد في بيوتنا ونقفل المكتب فاتفقوا على انهم يعيدوا فتح المكتب ده مره اخرى وده الفكره هنا ان كيف ضحى هؤلاء الناس هم وغيرهم مش فقط في الاغاثه الاسلاميه في كل المؤسسات الميدانيه اللي موجوده في افغانستان موجوده في افريقيا موجوده في اسيا موجوده في امريكا اللاتينيه في كل هذه البلاد الفقيره في العراق في في, في لبنان في،, في كل مثل هذه البلاد نتكلم عنها في في, في اليمن في في سوريا الى اخره إلى آخر. لم يتوقفوا عن العمل عن الإطلاق قالوا لن نجلس في الايه في في البيت بتاعنا زي ما زي ما رؤسائنا في اماكن مختلفه في العالم في اوروبا وامريكا وبعض دول الشرق الاوسط قاعدين في البيوت بتاعتهم خايفين من الكورونا فقرروا انهم يروحوا يفتحوا المكتب من قبل رمضان 2020، يعني قبل شهر مايو 2020. وعملوا دوريات بحيث ان المكاتب تكون الناس بتشتغل فيها دائما. 30% 40% من الناس مش فقط كده، لا ابدا، قالوا احنا كيف نجلس في البيوت ولا نتواصل مع المحتاجين من اصحاب الحقوق؟ لان يعني اصحاب الحقوق اللي بنتكلم عنهم هم اصحاب المال، اللي الفقير والارمله واليتيم والمسكين والشيخ الكبير والمريض إلى آخره إلى آخره إلى آخره. فبدأوا ينتشروا في مدن أخرى علشان يوصلوا أو يتواصلوا أو يكونوا مع أصحاب الحقوق من الفقراء والمساكين والأيتام والأرامل إلى آخره. اللي هم أصحاب الحقوق، وبدأوا يتحركوا من شهر إيه؟ شهر مايو أو آخر أبريل ومايو. أتكلم بمنتهى الصراحة عن هؤلاء هذه الروح القوية للعمال الميدانيين اللي بيعملوا في ظل ظروف صعبه جدا 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 في بلاد فقيره جدا ايه بقى القشه اللي قسمت ظهر البعير واحنا قاعدين بنتكلم مع جلوريا ومع يوسف ومع عبد الرشيد ومع مين تاني جامو كل الشباب دول مع الشباب اللي كانوا مسافرين معانا من 14 شاب وشابه من اوروبا من ايرلندا ومن ومن اسبانيا ومن ايطاليا ومن بريطانيا آه قالوا كلمه واحده قالوا كلنا كلنا صايمين في رمضان كلنا بما فيهم جلوريا جلوريا مش مسلمه ربنا يكرمها وصورتها موجوده على الاعلان صورتها موجوده في السعودية للي بيحاول يشوف العرض عن طريق الزوم وقال في يوم من الايام جلوريا قالت لي انا خدت العربيه الساعه خمسة صباحا وصلت المكان اللي عايز اوصله الساعة 8 مساءً فقط توصل المكان ده كنت صايمة زي المسلمين عشان اشاركهم آلامهم وأفراحهم فرد عليها شاب تاني من الشباب اللي كان بيعملوا في المكتب هناك قال كان في السفر بتاعنا بيستمر قد يستمر لـ 48 ساعة 48 ساعة ماجلوريا ما بين عبد الرشيد و ويوسف وجام وكل الشباب دول كلهم ما كانوش قاعدين في مكاتب في بيوتهم في دول فقيره ما فيهاش امكانيات كانوا بيتحركوا هنا الرساله بقى عن مين عشان كده انا في اول الكلام بتاعي اتكلمت عن سوريا واتكلمت عن الاطفال المجمدين واتكلمت على 12 المجمد اللي ماتوا هم راجعين من اليونان وهكذا على رؤساء مثل هذه المؤسسات على رؤساء مجالس ادارتها على المدراء التنفيذيين عن المدراء اللي قاعدين في اوروبا وامريكا والى الان انا اعرف منهم وأنا كان حدث معكم من معرفه مش من ناحيه نظريه اعرف منهم ناس لا يذهبوا للمكاتب في اوروبا وفي امريكا في هذه الظروف الى الان وجلوريا وعبد الرشيد ويوسف الى اخره وجامو بداوا الحركه في ابريل مايو عام 2020 لانهم حسوا بالمسؤوليه ورفضوا القعود والجلوس في البيوت بتاعتهم. في مدراء كثيرة جدا الى الان ودي رساله موجهه ليهم اتقوا الله فيما تدعون انكم تقومون به اتقوا الله حق تقاته لانكم مسؤولون عن هؤلاء وانتم في بيوتكم متمتعون او متمتعين بكامل الراحه والصحه والعافيه والاخره وهؤلاء الناس الذين تتحدثون عنهم والذين تتندرون بقصصهم لكي تجمعوا الأموال اتقوا الله فأنتم ملاقوه مع أصحاب الحقوق من الأطفال والأيتام والأرام والمساكين دي قصة جلوريا قصة يوسف وقصة جامو وقصة آلاف وعشرات الآلاف من إخواننا وأبنائنا اللي هم عم في الميدان البلد في غير. ايه الفكرة بقى والمدخل للبرنامج ده كله؟ الرحلة اللي احنا عملناها دي كلها يا شباب هل هدف كبير جدا؟ ايه هو الهدف ده؟ ان احنا نبني جيل للمستقبل شاء من شاء ان يسمعنا وتنخر من تنخر ان من يريد ان يسمعنا بناء اجيال مستقبل قادره على الاستيعاب عشان كده قلت كان معانا 14 شاب وشابه من بريطانيا و... 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 وايطاليا وايرلندا و آه... واسبانيا زائد العمال المحليين زائد العمال المحليين بناء اجيال مستقبل قادرة على ايه؟ نبني اجيال مستقبل قادرة على اول حاجة استيعاب متطلبات المجتمعات علشان تحققها عشان تتكلم عنها استيعاب متطلبات المجتمعات لكي تحققها نمرة اتنين بناء آفاق أجيال مسيرة الحياة داخل المجتمعات وتدير هذه المسيرة لأن داخل المجتمعات في حيوات كثيرة فلا بد أن نضع لها آفاق فهذه الأجيال تبني آفاق ها مسيرة هذه الحيوات داخل المجتمعات نمرة اتنين نمرة ثلاثة من الهدف والبرنامج ده بتاع بناء اجيال المستقبل تنظيم شرايين الانسجه المجتمعيه ولكل مجتمع نسيج ولكل نسيج شريان او اكثر من شريان تنظيم شرايين الانسجه المجتمعيه لماذا لغزل هذه الانسجه وجعل من هذا الغزل نسيج متماسك وقوي مجتمعي ده نمره ثلاثه نمرة أربعة من بناء أجيال المستقبل هي تأطير ودي مهمة جدا لن أتنازل عنها قيد أملة تنظيم تأطير فلسفات النهضات والحضارات للتمتع بثقافات قيمها وأخلاقيات أبنائها لابد علينا في هذه المرحلة الصعبة من حياة الناس في العالم كله أن نؤطر لثقافة جديدة فلسفة جديدة أخلاق جديدة قيم جديدة ومساء ومسيرات جديدة لا نقعد ولا نحبط ولا نمل ولا نكل تأطير فلسفات النهضات والحضارات للتمتع بثقافات قيمها وأخلاقيات أبنائها نمرة خمسة رسم معالم جديدة لإيه؟ لبناء تاريخ مستقبل الشعوب والأمم لن نتنازل عن الا نبني تاريخ مستقبل الشعوب والامم ابدا 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 يبقى رسم معالم جديده لبناء تواريخ مستقبل الشعوب والامم نمره سته ودي بردك مهمه جدا صناعه السلام هيكلة الامن والامان نشر العدل والمساواه والاحسان دعم قوائم البذل والعطاء والايمان إناره البصر والبصيره في السر والاعلان تنقية السرائر بالعلم والتقوى والدليل والبرهان والرضا بما ارتضاه لنا ملك السماوات والارض العليم المنان ده مدخل فكرة برنامج بناء قيادات المستقبل شباب المستقبل بناء اجيال المستقبل القادرة على وضع هذه السداسية اللي انا اتكلمت عنها بالاضافة الى ازاي بقى هنبني الحاجات دي كلها يا شباب ازاي انا برحب بالاخ الطاف حسين وبرحب بالدكتور عصام شاكر كذلك جزاكم الله خير هنبنيها ازاي البرنامج ده من خلال العلم والمعرفه الخبره والتجربه التواصل لا التفرقه الشرذمه والتسييس والحزبنة بناء الشراكات لا التجزئه التلاحم والوحده لا التشرذم والانطواء والتهزئه انك الناس ده الفكرة دي هتتبني على هذا العلم والمعرفه والخبره والتجربه الى اخره ده مدخل الفكره بتاعتنا ان نبني اجيال المستقبل نبني ولو لم استطع انا ان ابني هذه المسيره فعلى من يسمعني ان يبني هو هذه المسيره ان يبني هو او ان تبني هي هذه المسيره بالعلم والمعرفه والخبره والتجربه والتواصل والتفريق وبناء الشراكات لا التجزئه التجزئه جزاؤنا والتراحم والوحده لا التشرذم والانطواء والتهزئه هذا هو مدخل فكرتنا لبناء اجيال المستقبل يصبح لها السبق القائم على ايه؟ اسمعوا يا شباب السبق القائم على العلم والدرايه الحلم والحمايه الحكمه والوقايه الخبره والعنايه الوعي والروايه الصبر والرباية لأجيال الخير والرعاية سمعيني يا شباب سمعيني يا شباب سمعني يا شباب القائم على لا يكون لها السبق هذه الأجيال القائم على العلم والدراية الحلم والحماية الحكمة والوقاية الخبرة والعناية الوعي والرواية الصبر والرباية الرباية للتربية لأجيال الخير والرعاية ده الفكرة من أننا بندخل لمثل هذه ال... آه. لمثل هذا البرنامج اللي احنا بنتكلم عنه نرجع بقى رحله ايه كينيا مره اخرى رحلة كينيا بدأنا أنا زي ما أربع شباب من بريطانيا، اثنين من أيرلندا، ثلاثة من إيطاليا، خمسة من أسبانيا، وأربعة من نيروبي. ده خلاف العاملين اللي جم معانا من مدن مختلفة زي من واجير ونيروبي وكذلك من آه... جريسة وجراشي إلى آخره. الرحله دي كانت 8 ايام يعني كم ساعه 192 ساعه يعني كم دقيقه 11520 دقيقه عمر 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 متوسط العمل فيها كان 17 ل 18 ساعه يوميا لمده 8 ايام لا نمل ولا نكل ولا نمل ولا نكل عدد المشاركين كانوا 18 فلو احنا ضربنا في عدد كل ده في عدد المشاركين هيسمح عدد الساعات اللي استهلكناها 2448 ساعه لأن 18 مشارك. او 146880 دقيقه عمر 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 تكلفه البرنامج دي ساعات المحاسبين بيكتبوا البرامج على حسب ما هو موجود في المحاسبات في او في في الحسابات. او في الملايين لا يعني يقول إيه لك طب انا عندي في الحساب الف جنيه دي تتكلف كذا 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 الى اخره خلاص ده اللي عندك واخد لكن بالاضافه الى كده في اشياء في الحسابات مش موجوده اللي هو الوقت والجهد والفكر والتعب لكل الافراد دول وانا حسبتها بطريقه غير مباشره لانها المحاسبين ما بيحسبوهاش ليه؟ لان المحاسب بيحسب فقط التكلفه الماديه احنا بقى لابد ان نضيف عليها التكلفه المعنويه ليه لان هذه التكلفه المعنويه تجعل الانسان اكثر مسؤوليه في عدم اضاعه اي دقيقه او اي ثانيه في اي رحله من هذه الرحلات ولو كان الراتب اليومي للشباب متوسطه 100 دولار في اليوم وتصبح التكلفه غير محسوبه الزائده على التكلفه الحقيقيه اللي هي تذاكر الطيارات والاقامه والاكل والشرب والتنقلات والمواصلات 14400 دولار يعني قولوا 15000 دولار زياده مش محسوبه ليه لانها مش في الحساب جوه فاللي انا بقوله يا شباب جهدك ليه ثمن وقتك ليه ثمن فكرك ليه ثمن ها معاناتك في الرحله ليها ثمن فلا بد التكلفه الكليه دي كلها قد تقتقت اقطع تاخذ البعض من التكلفه 17 18000 دولار لكن بتضيف عليها الجهد والوقت والتعب عشان تعرف ان المجهود اللي بتبذله ده مجه يعني مكلف جدا فلا بد ان تستثمر كل ثانيه وكل ثالثه لكي تخرج بنتائج عمليه لاصحاب الاحتياجات من المساكين والفقراء الى اخره او هم ايه اصحاب الحقوق انا بسميهم انا مش بسميهم مستفيدين وانا بقول لكم انا بطلت اسمي اخواننا الفقراء والمساكين مستفيدين هم اصحاب الحقوق اللهم الرايت هولدرز في اضافه مميزه احنا عملناها بعد في الرحله دي ايه هي ان بعد رحله ست ايام في الميدان عملنا ورشه عمل لمده يومين عملنا ورشه عمل لمده يومين ليه بقى عملناها لان الورشه عمل دي بعد الرحله العاطفيه اللي بنشوف فيها الفقراء والمساكين والايتام والارامل والمشاريع الميه ومشاريع السمك والحاجات دي كلها اللي هي بتخلي الناس ها 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 لا بعد كده هو لابد نعلمهم الصنعه ما احنا صنايعيه لابد عندهم المهنه ما احنا مهندسين لابد عندهم الحرفه ما احنا حرفيين ايه بقى ازاي علمناهم ايه بقى في ورشه العمل دي كلها اول حاجه علمناهم اعمال التنميه وبرامج التنميه لان اغلبهم شباب صغير وجاي كله بيجمع تبرعات نمره اثنين عمل يعني ناقشنا معهم قيمة العمل الميداني وحقيقة التحديات التي يواجهها العاملين والمجتمعات الفقيرة ذات حاجة اتكلمنا معهم عن قيمة التي يقدمها العاملون المحليون المكاتب الرئيسية قيمة العامل المحلي قد تكون أعلى بكثير جدا من قيمة من يجلسون على مكاتب في روما وباريس ولندن ونيويورك والرياض والدوحة إلى آخره القيمه التي يقدمها العاملين المحليين المكاتب الرئاسيه دا مدى التضحيات اللي بيقدمها العاملين المحليين زي ما شفنا جلوريا وشفنا عبد الرشيد وشفنا يوسف وشفنا جامو وشفناهم كلهم تركوا لم يتهمهم الكورونا لم يخشوا الموت من الكورونا لكن خرجوا كان يخشون الله في الوقت التي الناس كلها كانت أفلى بيوتها وأفلى مؤسساتها والى الان في مؤسسات في بريطانيا وفي امريكا وفرنسا وهولندا وكذا بتفكر نرجع ولا ما نرجعش. مدى التضحيات التي يقدمها العاملون المحليون هناك نمره خمسه الفرص المتاحه والشركاء الفاعلين، علمناهم الحاجات دي مش يعني الشباب في المكاتب هناك في المجتمعات المحليه شافوا مشقه الحياه اللي بيعيشها العاملين عشان يجيب لك صوره عشان يجيب لك تقرير عشان يجيب لك معلومه مشقه مش عمليه ان انا رئيسك ف استعباد ابدا مش استعباد العامل المحلي ده بيجاهد جهاد اكثر من جهاد العسكر اللي بيحمي بلاد او الامن اللي بيحمي بيمنع الجريمه او الى اخره ليه لانه بيدخل في كل هذه الاماكن في هذه الظروف الصعبه اللي تكون مستحيله كي ياتي لك بالمعلومه فلا بد ان تحترم ولا بد ان يحترم. مشقه الحياه التي يعيشها العاملين المحليين ابناء المجتمعات الكفاءات والقدرات المحلية في كفاءات غير عادية أحسن من كتير جدا من الناس اللي شغالين عندنا في مكاتب رئاسية وقاعدين بيدونا نظريات لأنهم بيتكلموا إنجليزي ولا فرنساوي ولا ألماني ولا كذا ولا كذا لكن هم من جوه فنكوش فنكوش ومن بره فنكيش فناكيش آه الأخيرة استضفنا بعض الضيوف عشان إيه يكونوا إضافة لنا في, في هذا العمل فده الحاجات اللي إحنا أضفناها كإضافة متميزة العمل الميداني اللي احنا عنه في العمل. ايه الجديد بقى اللي احنا ناقشناه في, في 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 الثمان ايام دول؟ خليكم معايا يا شباب. الجديد اللي هو سميته انا النقاش داخل الاماكن المغلقه المتحركه. يعني ايه؟ يعني عربيه قاعدين مع بعض فيها ما نقعدش ساكتين نتكلم نناقش نسأل نجاوب طيارة ما نقعدش ساكتين نتكلم نناقش نسأل نجاوب في قطر ما نقعدش ساكتين ما ننامش لأن أنا قلت التكلفة الحقيقية تعتبر ضعف التكلفة الفعلية المادية لأنها فيها فكر فيها وقت وفيها جهد فيها توقف عملك في المكتب الرئيسي اللي أنت جاي منه فلا بد أن تحسب التكلفة كاملة فلا تنام دقيقة أو ثانية أو ساعة قديم الجديد النقاش حتى داخل غرف النوم لما كنا احنا قاعدين اثنين أو ثلاثة أو أربعة في غرفة كان في بعض الغرف في 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 المراكز النوم في اسبانيا اربع غرف اربع اربع في 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 الغرفه فالمسؤول في ال... وهم قبل ما يناموا يراجع البرنامج معاهم قبل ما يناموا بعد ما يصحوا عشان ايه صلاه الفجر جلسات النقاش والمراجعات المسائيه اللي هي الرفليكشن يعني انت شفت ايه النهارده؟ انت شفت ايه النهارده؟ عشان كل واحد فينا يتعلم من الثاني، تبادل الخبرات وتبادل الصور وتبادل الفيديوهات الى اخره. الخروج باراء وافكار جديده كفكره كتاب، يعني عارفين خرجنا بفكره اسمها كتاب اسمه تحدي التحديات، تعرف الفكره دي جت فين يا شباب؟ قولوا لي جت فين؟ جت واحنا في الطياره نازلين من هيثرو الى نيروبي واحنا بنمر على بعض كده بنتكلم فباختم الأخوات بترد كده فجت تشالنج اوف ذا تشالنجز تشالنج ذا تشالنجز اللي هنكلف فيه الشباب فيما بعد انهم يكتبوا الكتاب ده كل واحد فيهم يكتب ايه باب من ابواب بخبرته باسلوبه او بخبرتها بخبرتها او باسلوبه ده القديم الجديد في النقاش أنا هنا في بعض ذكر الأشياء للمشاريع اللي إحنا زرناها في مشروع اسمه مشروع بناء القدرة على الصمود اللي هو بنسميها uh, Empowerment uh, في تطوير إمدادات المياه والري لإنتاج الغذاء وتنمية الدخل والقدرات وبناء قدرات المرأة مزارع السمكية ده, ده في حتة اسمها جريشي في كليفي وفي محافظة جريسة في زرنا مدارس مدرسة يثرب ومدرسة تانية اسمها دانلي والأيتام في جريسة ومستشفى جريسة ومركز تدريب المهني في جريسة كل الأشياء دي هتشوف دي بعض الصور اللي احنا آه خرجنا فيها مع الشباب يعني هتلاقوها لو انتم بتتفرجوا على اللي هو الزوم او اما نبعت لكم بعد كده الرابط فيما بعد ان شاء الله وكلهم شباب صغيرين متوسط عمرهم قد يكون 22 او 23 سنه جميعا وده ساعه وصولنا لمطار نيروبي طبعا الرحله من لندن لنيروبي خدت حوالي 10 ساعات عشان نخرج من المطار بقى وفي بعض ال ال العفش ضاع الى اخره عقبال ما وصلنا المكان البياب بتاعنا وكان هو شقه ما كانش اوتيل عشان ما يبقاش مكلف وصلنا الساعه واحدة تقريبا او اتنين وعشان نطلع ثاني يوم لابد نكون نكون في المطار الساعه خمسة خمسة يعني في في اليوم ده بالذات في ناس ما ناموش الا ساعه او ساعتين في 48 ساعه صح يا شباب صح يا شباب عشان ما حدش يجي يقولنا بنتفسح وبناخد الفلوس دي بنضيعها كلام فارغ اللي بيتفسح اللي ما بيخرجش اللي ما بينزلش الميدان يقعد مع الناس ويتكلم معاهم دي مجموعة من اللي هم العاملين في المكتب في منطقة وجير على أو على على محياهم ابتسامة ما بنشوفهاش في اوروبا ولا في امريكا ولا 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 بالرغم من معاناة هؤلاء العاملين في مثل هذه الأماكن في طبعا بعض الصور والاستقبالات للناس لنا وده مشروع اللي هو الزراعة ومشروع تربية الأسماك في اللي هو المزارع السمكية وزرنا بعض المدارس زي مدارس الصم والبك وده البرنامج اللي عملته مكتبة الإغاثة في اخر اللي هو برنامج اللي هو ورشه العمل اللي هو اللي من الكلام ايه بقى ارسلت لكم يا شباب بعد كل الكلام ده وجع القلب والحاجات دي كلها اقول لكم لقد استعرضت معكم رحله الثمانيه ايام 192 ساعه 11520 دقيقه والتي قضاها 18 عضو في هذا الفريق يعني بيساوي 3456 ساعه او 82944 دقيقه خلاص نقلب الصفحه كلنا مع بعض عمر 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 فال18 دول جم معانا كان في ناس تانيين كانوا بيستقبلونا في كل حته انما اللي نتحدث عنه معكم يا شباب هو اننا لم نذهب الى كينيا اسمعوا بقى دي يا شباب لم نذهب الى كينيا للمشاهدة والتنظر آه يا عيني عليهم دول مش لإني يأكلوا لا المشاهدة والتنظر لا السياحة والتجول لا السماع والتحدث لا 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 بل كان على العكس تماما والمشاركة للتعلم من هؤلاء الناس سواء كانوا من العمال الحقيقيين أو من أصحاب الحقوق من مساكين والفقراء إلى آخر المعايشة لإيه؟ للتبصر المناقشة للتفكر المدافعة للتدبر المساءلة للتعقل والمناظرة للتمكن هقولها تاني لأن ده بيت القصيد نبني جيل شباب عشان يعمل كده عشان يتفسح ياخد صور ويحط صور على الفيسبوك ويجيب لايك وما ليكشي. لا كانت الزيارة للمشاهدة والتنّ لا ليست للمشاهدة والتنضر والسياحة و... لم تكن الزيارة للمشاهدة والتردد والسياحة والتجول والسماع والتحدث ثم سلام حواديت لا 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 بل كانت كانت على العكس تماما للمشاركة للتعلم المعاشر للتبصر المناقشة للتفكر المدافعة للتدبر المسألة للتعقل والمناظرة للتمكن أردنا أيها الشباب أن نريكم جميعا ماذا ماذا بقى؟ إيه بقى؟ إيه؟ ايه بقى بيت القصيد هنا؟ كل شويه نجيب بيت قصيد بيت قصيد بيت... كم بيت قصيد هنحطه عندنا؟ اول حاجه قيمه العمل الميداني المحلي الذي لا يقل تماما عن قيمه العمل في المكتب الرئيسي. متوازياً نمره واحد. اثنين قيمه العمال المحليين لا يقلون ابدا بل في كثير من الاحيان هم اكثر عملا واكثر ايجابيا واكثر انتاجا من الناس الموجودين في المكتب الرئيسي. ثلاثة قيمة أصحاب الحقوق الحقيقيين اللي هم الفقراء والمساكين والأرامل والأيتام، ليهم قيمة لابد أن نستوعبها. من أربعة قيمة العمل الإنساني والاجتماعي الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني المحلية في مثل هذه الأماكن. نمرة خمسة قيمة رسالة ومهمة وأخلاقيات العمل الإنساني والاجتماعي، كل شيء له قيمة. Everything has a value. كل شيء له قيمة وغيرها من معايير ومبادئ وأخلاقيات اجتماعية إنسانية وفي بقى تبادل الخبرات بين العمال الموجودين في الداخل وبين الأهالي إلى آخره إلى آخره وبين الشباب اللي إحنا كنا واخدينهم معانا في قيمة آخرى أنا ما قلتهاش قيمة المشاركة الثلاثية يعني إيش المشاركة الثلاثية مشاركة ثلاثية ما بين المكتب الرئيسي والمانحين في اوروبا وامريكا والشرق الاوسط ده, ده احد الشركاء العمال المحليين القائمين على العمل ليل نهار لان نمرة اثنين شريك ثاني الشريك الثالث هو صاحب الحق الارمله والمسكين والطريد والشريد والنازح واللاجئ ثلاث شركاء تكون الشراكه الثلاثيه المتكافئه من المانحين والمكاتب الرئيسيه من جهه العاملين المدنيين المحليين واصحاب الحقوق الحقين من جهه اخرى واللي هم العاملين المدنيين المحليين واصحاب الحقوق الحقيقيين الاخرى هذه الثلاثيه اللي بتكون متكافئه ما فيش حد فينا احسن من من الثاني ما فيش حد اعلى من الثاني ما حدش بيجيب الفلوس احسن من الاعلى من الاعلى لا صاحب الفلوس هو صاحب الحق او هي صاحبة الحق الأرملة واليتيم والمسكين. لبيت بيت القصيم طيب والاستثمار في بناء المؤسسات والجمعيات آه. إن هذه الثلاثية المتكافئة التي سوف نحقق من خلالها أهداف مؤتمر القمة الإنسانية. يعني كان عندنا اسم مؤتمر اسمه مؤتمر القمة الإنسانية في 2016 عقد في تركيا وكان لي بعض الأهداف. أحد هذه الأهداف أحد هذه الأهداف اللي هو الاستثمار في بناء المجتمع المحلي من بالجيز لوكاليزيشن الجمعيات المحليه الى اخره الى اخره. في بناء مؤسسات والجمعيات والمبادرات والمشاركات والكفاءات البشريه هناك وتحقيق اهداف القمه الانسانيه الاولى وأنا زي ما قلنا كنا متوقعين في 2014 انها تتكرر وما تكررتش لان كثير جدا من الحكومات كانوا رافضين الحضور ازاي جمعيات تقود مؤسسات حكوميه هل يعني بينتقدونا كده زمان في 2015 و14 و16 لما بنك بون قرر عمل مؤتمر القمه الانسانيه لاول مره وعدد المشاركين في هذا المؤتمر من قد من 60 دوله من الرسميين اقل من 60 دوله ما كانوش كلهم رؤساء الدول ابدا بينهم بعض سفير وبعض رئيس مش عارف ايه يعني على استحياء كده وقتلوا المؤتمر وقتل المؤتمر وقتل المؤتمر عشان تعرفوا عقلية بعض البيروقراطيين الحكوميين آه الاستثمار في بناء المؤسسات والجمعيات والمبادرات وبناء كفاءاتها البشرية المحلية تحقيق أهداف المؤتمر اللي هي كانت إيه؟ اللي هي الجراند اللي هو الصفقة الكبرى إن الفلوس لما تيجي من منحين الكبار يعطى على الأقل تلتها على الأقل تلتها أو أكثر ليه الجمعيات المحليه ده ما يحصلش ولم يحدث الى الان طب ذكر معايا الانسانيه على الحوكمة الرشيده ومبادئها الاهداف الاممية الالفيه واهداف التنميه المستدامه كل هذه الاشياء يا شباب نتكلم معاكم فيها من خلال ورشه العمل اللي احنا عملناها في نهايه الزياره لكينيا بعد الزياره المدنيه سته ايام تعودوا يا شباب ارجع مره اخرى مره وثانيه وثالثه الا تضيعوا الوقت او تضيعوا الوقت فمن اهم اللقاءات التي نظمناها مع الشباب كانت لقاءات الاماكن المغلقه المتحركه فما هي الاماكن المغلقه المتحركه؟ هي الطائره، القطار، الحافله، العربه، الشاحنه التي نركبها وعلينا ان كنا مجموعه مسافره باحدى هذه الوسائل أن نستفيد من هذا المكان المتحرك المغلق وندير بداخله نقاشات لن يستطيع المسافر داخلها إلا أن يشارك في هذا النقاش، يعني معناها إيه؟ معناها أنت يا مسؤول الرحلة ومسؤول مسؤول الجولة تدير مثل هذه النقاشات داخل القطار وداخل العربة وداخل زي ما أنا اتكلمت قبل كده من الأول وقلت إن فكرة كتابة كتاب تحدي التحديات اتت في الطائره واحنا مسافرين من آه لندن هيترو لجومو كينياتا آه 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 مطار جومو كينياتا في, 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 في نيروبي. كانت في الطياره واحنا ماشيين ما بين الصفوف بنكلم البنات وبنكلم الاخوه. كده طلعت الكتاب يلا نكتب كتاب. لدرجه ان انا ناقشنا هذه الفكره مع آه آه اب و و و وبنت اخوه من من اخواننا السيخ كانوا قاعدين بيسمعوا الكلام فلما قابلنا البنت بعد كده هو هندخلها عشان تكتب في نفس الكتاب ده معانا. من فوق هذه النقاشات هي كانت ميلاد فكر كتاب تحدي التحديات اللي سوف يتشارك الشباب في كتابه ابواب هذا الكتاب حسب براءه وخبر طب ايه بقى الاغلاق في ده 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 ده. طب دي الاماكن المتحركه المغلقه طب فيها في اماكن متحركه ثابته او سوري اماكن مغلقه ثابته اه في اللي غرف النوم. صلاه النوم. اللي احنا بننام فيها لو كنا احنا مركز رياضي ممكن 10 يناموا في غرفه واحده او في قاعه واحده الى اخره امثال غرف النوم التي كان بها ايه يعني ايه نتبع فيها هذا اللي هو في الغرف الاماكن المغلقه الثابته امثال غرف النوم التي بها اكثر من سرير نتبع فيها هذا نفس الفلسفه في اقامه هذه الحوارات قبل النوم او عقب الاستيقاظ في الصباح الباكر لكي لا نضيع لحظه واحده نستطيع ان ندير فيها نقاشا جماعيا او مع مجموعه. علينا ان ندرك ايها الشباب ان العمل الخيري ليس وظيفه. اسمعوا دي بقى. محدده بساعات عمل او باجر مادي او بند او بنود عقد. العمل <تصفح> الخيري مالوش حدود على الاطلاق. مالوش حدود على الاطلاق. العمل الخيري رساله وقيمه. مهمه واداء. تفعيل وانتاج. حب وعطاء تضحية وبقاء بذل وسخاء مشاعر وحياء بناء ونماء مستقبل وبقاء عدل وأخاء أرض وسماء ظل ووقاء أخوة ووفاء وتمكين وإحياء هذا هو العمل الخيري أو هذا بعض تعريفات العمل الخيري ليه؟ لأن إحنا بعد 40 سنة أصبحنا أساتذة اللي مش عاجبه مش أنا شخصيا العمال في مثل هذا المجال أصبحنا أسطوات أصبحنا مهنيين حرفيين أصبحنا فقهاء في العمل الخيري والاجتماعي وما تجيش تنظر علينا أصبحنا عندنا فكر وعندنا ثقافة وعندنا فلسفة وعندنا رؤية وعندنا قيم وعندنا تاريخ وعندنا إنجازات وعندنا مستقبل هكذا يا شباب هكذا يا شباب نتكلم عن ايه؟ بنتكلم على ايه هو العمل الخيري؟ ارجع مره ثانيه علينا ان ندرك ايها الشباب ان العمل الخيري ليس وظيفه محدده بساعات عمل او باجر مادي او بنود عقد. العمل الخيري رساله وقيمه مهمه واداء تفعيل وانتاج حب وعطاء تضحيه وبقاء بذل وسخاء مشاعر وحياء بناء ونماء مستقبل وبقاء عدل وإخاء أرض وسماء ظل ووقاء بقوة ووفاء وتمكين وإحياء إحياء لكل النفوس حتى النفوس الغير بشرية إحنا مسؤولين في العمل الخيري عن الحيوانات مسؤولين عن العمل الخيري عن الطيور مسؤولين عن العمل الخيري عن الأراضي اللي إحنا ماشيين عليها مسؤولين عن العمل عن مقدرات الشعوب مسؤولين في العمل الخيري عن إمكانيات التي تهدر مسؤولين عن العمل الخيري عن المناخ بس أعمل خير عن النظافة التمكين على التأهيل على كل هذه الأشياء العمل خير متقاطع رأسيا وأفقيا وعموديا ومحوريا مع كل مكون مجتمعي وكل تشكيل مجتمعي هذا هو نهاية الكلام في هذه العجالة عن رحلة اللي هو العلاقة ما بين جلوريا وغلوريا والكورونا والعمل وال... الانساني ارجع اول مره ثانيه الحمد لله 18 شخص اللي سافروا مع بعض ال ايام دول او ايام دول لم يصاب احد منهم باللي احنا بنسميه اميكرون وبوميكرون وعلي كرون وحسن كرون ما سموش هل كورونا فنكوش او دعايه او حقيقه مش وقتنا احنا وقتنا دلوقتي نعلم الشباب كلنا ماذا نعمل داخل الكورونا وداخل اي وباء وبعد الوباء علشان نمنع وباء اخر؟ ماذا نعمل لرفع الظلم عن المساكين؟ ماذا نعمل لمن يهجروا قصرا ومن تهدم بيوتهم ومنازلهم في دول تعتبر نحن بنعتبرها دول عربيه واسلاميه وانها ناس ماشيه في الشوارع ظلم. ماذا نعمل لما تحدثت عنه في الاول لأهالينا من اليوغور والروهينجا وفي كشمير إلى آخره إلى آخره إلى آخره وفلسطين وكل واليمن وسوريا إلى آخره كل هذه كما تحدثت في قبل ما هي مسؤوليتنا عن كل لاجئ ومشرد ونازح ومريض وأرملة ومسكين أنا أتحدث عن الآية بيقول لا يكلف الله لكن لكن من رأى منكم من في فلا غيره بيدي فان مستعف استعف باللسان فلا استعف بالقلب على الاقل ادعو لهم ادعو للمراه التي كانت تحاول بيع أبنائها في افغانستان وبيعت بيع الاطفال في افغانستان افغانستان تباع اطفالنا فيها جزاكم الله خير واحسن الله عليكم وشكر الله حضوركم معنا وان شاء الله هننزل اللينك بكرة على اليوتيوب وشكرا لكم لحسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته